السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الآن سنأخذ جولة بهذا الباص الأحمر هوب أون هوب أوف، فهلم بنا في هذه الرحلة الاستكشافية لمدينة تالين بالحافلة. مدة التنقل بهذه الحافلة ساعة كاملة في ربوع مدينة تالين، مرورا بأبرز معالمها، ولكن طبعا سنختصر الساعة إلى دقائق معدودة. هذا الفندق بني عام 1972 الميلاد، وهو سوكوس هوتيل فيرو. طبعا نحن الآن نمر بمحطة الباصات التي بنيت عام 1980 للميلاد. وذاك مصنع للمشروبات الكحولية. هذا بنك دانسك بنك، هذه جامعة تالين. بيت أثري قديم، هذه مباني موجودة بهذا الطراز من القرن 19 الميلادي. ودخلت هذه المباني ضمن نطاق منظمة اليونسكو في المحافظة على التراث العالمي، ولذلك تعد مدينة تالين من الدول التي اعتنت بها الأمم المتحدة في حفاظها على الإرث التاريخي التليد. وها هنا نظرة على بحر البلطيق، هذا البحر الزاخر بالأحجار الكريمة، لا سيما حجر الكهرمان الذي تصنع منه العقود والمسابيح. هذه المباني مبنية من عام 1860 للميلاد. والمكان طبعا فيه عروض استعراضية ومهرجانات تقام عليها بعض الأغاني لمطربين عالميين، هذا لا يهمنا. Thank you.
عد شواطئ استونيا ايضا من الشواطئ التي دخلت منظومة اليونسكو في الحفاظ على المحميات الطبيعية، وقد كان ذلك منذ عام 2004 للميلاد. وهذه من المناظر الجميلة، وجود هذه الأحجار كأنها جزر صغيرة جدا في الشاطئ البحري. هذا قصر مريم، وهو أيضا من القصور القديمة التي حافظ الإستونيين على إرثهم التاريخي فيها. إذن هي أيضا من منظومة اليونسكو في الحفاظ على التراث العالمي. وهذه أيضا صرح الجندي المجهول والسبب أن الشعب الإستوني تعرضوا لاحتلالين، الأول أو ثلاثة احتلالات، الأول من الروس ثم من الألمان والبولنديين لمدة 4 سنوات أيام الحرب العالمية، ثم عودة الروس مجددا حتى تلاشى الاتحاد السوفيتي عام 91 للميلاد. هذه الآن حياة الشعب أيام الاحتلال السوفيتي، هذه بيوتهم منذ ذلك الزمان أيام البلشفية الروسية. كل هذا الانتظار حتى يصل موكب الدراجات، طواف الدراجات. انتظرنا في الباص حتى يمر هؤلاء بهذه الأعداد الهائلة في سباق عالمي. فالآن سينطلق بنا الباص أو الحافلة مجددا. هذا أكبر نهر يمر في العاصمة إستونيا والعاصمة تالين، ويصب هنا في بحر البلطيق، وهو نهر بيريتا على هذا الاسم بيريتا. برج التلفزيون، مناظر رائعة.
تأتي لتورن أو برج التلفزيون. طول هذا البرج 314 مترا. ومن هذا البرج الذي تأسس أو تأسس عام 1980 يستطيع النظارة إذا صعدوا هناك في الليل أن يروا أضواء مدينة هلسنكي عبر خليج فنلندا. إذن هذا هو طوله 314 مترا. هذه مجموعة الطيور الجارحة وهي تحلق في الأجواء. نحن نصطدم مجددا بطواف الدراجات في شارع آخر، وكأن اليوم مكتوب علينا أن نقابل هؤلاء المتسابقين. كنيسة مبنية من عام 1000 من القرن الخامس عشر الميلادي. وهذا نهر بيتا بيريتا، نهر بيريتا. ذلك الميناء وفيه حوالي 4 ترمينالات تذهب إلى دول اسكندنافيا كفنلندا والسويد والدنمارك، وإلى بعض دول أوروبا كبريطانيا وألمانيا وهولندا وبولندا. وتوجد جزيرة كبيرة مطلة على البحر اسمها جزيرة نايسار، وهي جزيرة أيضا ضمن المحميات الطبيعية، جزيرة نايسار. هذا التمثال للحورية الجوية مرميد. هذا إذن الميناء الذي تمخر منه هذه السفن الكبيرة إلى خليج هلسنكي وإلى ستوكهولم وكوبنهاجن. وتلك من بعيد هي أكبر كنيسة في تالين. هذا إذن نهاية التقرير.